هذا الكيان اليوم في موبايل لا يعرف إلا التحديات، هذا الكيان ما يعرف إلا الإنجازات. حقيقة نحن من 2005 نحن نعتبر كل يوم من حياتنا يوم من الإنجاز، يوم من الإبداع. يبدأ يومك في موبايلي بطاقة مختلفة، بروح جديدة وحماس، فأنت بطبيعة الحال في شركة تحتل مكانة في سوق الاتصالات العالمي. في فترات من حياتنا جتنا حقيقة تحديات، وليس نحن نتغلب فقط على التحديات، نحن نقلب التحديات إلى فرص نستثمرها. قليل من الشركات في المنطقة التي تأخذ التحدي وتقلب التحدي إلى فرصة وتستثمر ذلك التحدي إلى فرصة هائلة. عملك في موبايلي هو بيئة محفزة وغير تقليدية، تجعل لك الحرية الشخصية في الإبداع وصنع عالمك الخاص بك. ببساطة، ابتكر عالمك. علاقتنا مع العميل تتجاوز مجرد خدمته إلى أن تكون شغفاً واحتراماً وريادة. حياتك في موبايلي هي أسلوب مختلف، روتين، صعوبات، تحديات ونجاحات. فهنا نخلق لك جواً يساعدك في تخفيف أعباء الأعمال وضغوطها. عائلة موبايلي تتجاوز مقر العمل، فأسرتك هي دائماً في المقام الأول لدينا. يشارك أبناؤك بصحبتك يوم عمل كامل ليتعرفوا على دورك الهام في موبايلي، ويمتد ذلك إلى أبعد من مقر العمل، فأنت محط اهتمامنا أينما ذهبت. يتميز المساء الوظيفي في موبايلي بمرونته، وأيضا إلى ميزة اختصار الأوقات، بحيث أن المنتسبين والموظفين المتميزين يمكنهم اختصار سنوات عدة في فترة أقل بناء على أدائهم الوظيفي. يسعد عملاؤنا في كل لحظة بتطور خدماتنا وسرعة أدائنا من خلال فروعنا وتغطيتنا في أنحاء المملكة. عندنا في موبايلي هدفنا الأول العميل، يعطينا بالبداية أحداثيات الموقع اللي يبغانا نمدد له الألياف البصرية، ثم بعدها نعطيه دراسة كاملة للمشروع، كم المدة الزمنية، الباندوث اللي يحتاجه، هل هو محمي هذا الخط أو لا. بالنهاية نوقع العقد ونعطيه جميع الأسعار الممكنة ونوقع العقد معه ونبدأ تنفيذ المشروع. أن أتحدى نفسي، أن أضع العميل في المقام الأول، أن أقبل بتعدد الآراء لدى زملائي وعملائي، أن أعمالي تتحدث عني، أن أبرز الإيجابية في كافة تصرفاتي، لأن شغفي بعملي هو الأساس. موبايلي ببساطة هي ابتكار لعالمك.